مستمر معكم يا أصدقائي في Calculus 1 و Derivatives of Trigonometric Functions. وعندنا هذا الابليكيشن إنه كيف نجد الـ Equation of the Tangent Line to this function at this point. وقد قلت سابقا أنه هو قبل أن أبدأ بحل هذه المسألة فإنني أحب أن أضع هذه التمبلت. وهذه التمبلت عليها X1 equals y1 equals m equals y minus y1 equals m x minus x1. هنا يا أصدقاء دعونا نتفق على ما يلي: أن x1 هي هذه القيمة المعطاة هنا، إذا x1 موجودة وهي باي over 4. بقي علي أني أعرف y1 m، ثم نعمل replace هذا العدد ونعرف m ونعرف x1. x1 already given وهي باي over 4. السؤال هو من أين نأتي ب y1 ومن أين نأتي ب m؟ سنأخذ هذا الفانكشن نفسه f of x، f of x equals sine of 4x، وهنا راح نعمل replace لل x by pi over 4. إذا نجد y1 من خلال إنه نعمل plug in بال x1 اللي معطاه، فبتصير sine 4 times باي over 4. بإمكانك تعمل elimination يعني ساين اوف باي، وبإمكانك تجيبها من الكالكوليتر أو تكون حافظها، يعني المعروف طبعا إنه ساين اوف باي equals 0. لاحظ ساين اوف باي equals 0. إذا تعرفنا إلى قيمة y1، وهنا y1 equals 0. بعيد قائلا أنه حتى نجد y1 replace x1 هذه اللي given هنا، حتى لو مش مكتوب عندها x1 هي x1 في f كما هو بالفانكشن الأصلي، ثم نجد هنا f prime، f prime of x هي كما نعرف cosine of 4x times 4. ليش times 4؟ لأن القاعدة تقول، لاحظ معي هنا، أنه sin of u prime equals cosine of u times u prime. إذا sin 4x هي طبعا بهذه الحالة، هذه هي ال u، هي cosine of u times u prime. الآن كيف نجد m؟ m equals f prime of x1، مش of y1، of x1، of pi over 4. طبعا راح تصير cosine of 4 times pi over 4 times 4، والناتج يساوي minus 4. بإمكانك أيضا أن تجد هذا من الكالكوليتر. خلينا بس نشوف كيف ممكن نعمل بلاك ان. عندي زي ما انتم ملاحظين، حتى لو ما بدك تعمل اي سمبليفيكيشن، بصير كوساين 4 تايمز باي اوفر 4، وهذا كله ملتبلايد، شوف الانسر كم، ماينس 1 ملتبلايد باي 4 اللي موجوده برا، فالانسر هو ماينس 4. اذا تعرفنا الان الى قيمه ام وهي minus 4، نكتبها هون minus 4. إذا راح نعمل replace y1 ب 0، لا m ب minus 4 ولا x ب pi over 4، فيصبح الحل كما هو آتي: y minus 0 equals minus 4 then x minus pi over 4. بإمكاننا نعمل simplification، أنه نعمل distribution لل minus 4 على هالقوس، y minus 0 يعني simply y equals minus 4x
plus 4 times pi over 4 في عنا simplification بإمكاننا نلغي 4 مع 4 طبعا نعرف ليش هي صارت بلس لأن عندي minus 4 minus pi over 4 فتصبح الإيكويجن y equals minus 4x plus pi وبهذا يكون قد انتهى حل هذه المسألة. والمسألة الأخيرة في هذه السيريز أيضا ليست بعيدة عن هذه الفكرة هي أنه كيف نجد equation of tangent line لها الفانكشن y equals x sin x عندما تكون x pi أو at pi x equals pi over 2. ابقى معنا وراقب بنفسك كيف نحل هذا النوع من المسألة.